خدها باي، تعالى باي. انت منين يا باي؟ اصل شكلك غريب عن المنطقه. والله انا كنت مروح، بس انا بيتي هنا اهو. كنت مروح من هنا. بقول لك يالا، انت بتاتي كده ليه يالا؟ انا اول مره اشوفك في المنطقه هنا. ساكن فين بقى انت؟ في انهي حته هنا بقى بالظبط؟ والله انا كنت ساكن في الشارع اللي جاي شمال ده، في العماره الجديده الدور الخامس فوق. لا لا الا الله. بقول لك يا ابني ما تقعدش تتهتهلي كده يا ابني. انا بقول لك عنوان بيتكو، انا مش جعان والله. بقول لك انت ساكن فين؟ خلصني يلا. والله انا كنت لسه راجع من النادي، بس فكنت مروح على طول. انا بيتي هنا اهو في العماره اللي جنبكم، الشارع اللي جاي شمال هنا. الله، بقول لك يا لا انت شكلك مش عاجبني. بقول لك ايه، هات الشنطه اللي في ظهرك دي، انجز يلا. والله انا كنت لسه راجع من النادي، الشنطه ما فيهاش حاجه، فاضيه. ده احنا بقى ليلتنا بقى ايه، شكلها طويله كده بقى بالصلاه على النبي. بقول لك يا لا ما تصدعنيش، عشان عامل من وشك تلاتات خمسات سبعات. بص من الاخر عامل معاك الجلاشه. هات الشنطه يا عم يلا. خلاص خلاص، الجلاش ايه بس، خدها اهي، خدها الشنطه. خد كده يا عم، وريني الشنطه دي يا عم، بتقول ايه؟ لما نشوفها اخرتها مع العيال السيس. ايه ده حبيب قلب ماما؟ ماما عامله لك اكله جميله. ماشي حلو. الله الله، طب ما ايه فلوس اهو. برفام الله يرحمه المرحوم. ايه ده دي؟ ولا بقول لك ايه، على اهي دش الكولونيا. وايه تاني؟ في ايه تاني؟ ايه ده جميل، وبتقول لي معكش حاجه؟ وريني جيبك، يلا طلع اللي في جيبك كله. يا صاحبي انت خدت الشنطه وخدت الفلوس، خد التليفون اهو وسيبنا اروح اقول لك عشان امي عايزاني. امك يا حبيب امك. بقول لك يا لا، طلع اللي في جيبك بدل ما اشوهك انت وامك. والله صاحبي انا ما معيش غير التليفون اهو، خد التليفون وخد الشنطه وبس سيبني اروح. وريني كده الفرافير بصحيح. بقول لك يا لا، خد بعضك وطير يلا ما اشوفكش. قال بابي ومامي بصحيح. ايه، حد عايز يتثبت تاني منطقه ولا ايه؟ انا تحت الانجاز اهو واقف.